خبر سار لجميع سكان مدينة مالمو، مغامرات عائلية مجانية بانتظاركم أنتم وأفراد عائلتكم، من كرة الماء في البحر إلى عروض السحر في القلعة، ومن كرات الفقاعات إلى الألعاب البهلوانية. هناك الكثير من الأشياء الممتعة والمثيرة التي تنتظركم في مالمو من اليوم وحتى 11 أغسطس. ستقدم لكم فرصة كولي مالمو الاستمتاع بتجارب رياضية متنوعة ومثيرة مثل كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية والهوكي الداخلي والرقص. أما النشاط الساحر لهذا العام فهو كرة الماء في البحر التي تمنحكم تجربة منعشة ومليئة بالمرح والمتعة. الصيد في قلعة مالموهوس سيبهركم بعروض السيرك المثيرة والرقصات النابضة بالحياة وعروض السحر المدهشة التي ستأسر قلوب جميع أفراد العائلة. ولمحبي الفن والإبداع ستستطيعون الانضمام إلى ورش العمل الإبداعية في ساحة الفن للشباب، وسيقدم لكم برنامج كولي مالمو أنشطة متنوعة مثل الرسم على الجدران والتزلج والرقص وفنون الدي جي، وذلك لضمان صيف مليء بالإبداع والطاقة. لا تفوتوا فرصة زيارة موقع كولي مالمو للحصول على الجدول الكامل والتفاصيل، واستعدوا الصيف من المغامرات والضحك والمرح الذي لا ينسى. يمكنكم أيضا زيارة موقع أكثر وقراءة المزيد من المعلومات.